محتاجه عندي سمك بلطي. سمك بلطي طبعا يبقى زي ما قلت لكم وسط، احلى سمك للقلي يكون وسط، ولا صغير قوي ولا كبير قوي. عندي كمان شويه رز كده هفلفلهم جنب المسقعه اللي عندي، وبتنجان رومي وطماطم مفرومه وفلفل وسوري وثوم مفروم وكمون وليمون وشطه ودقيق، وعندي كمان شويه صلصه طماطم وملح وفلفل وزيت وخل. تمام، احنا ممكن كمان ايه كام قرن فلفل حامي كده نقليهم برضو، اسلام هيبقوا حلوين قوي. نجيب كده كام قرن فلفل حامي كده ايه نقلي مع السمك. تعالوا اول حاجه عندي هبدا ان انا اتبل السمك اللي عندي. السمك اللي عندي جايبه اربع سمكات متنضفين قلي، متنضفين قلي يعني متشال القشر بالزعانف بمفتوح البطن متنضفه بالكلام ده كله. تمام، هبدا بقى ان انا اجيب كده بوله او حاجه، او ممكن اجيب مثلا ده احسن اهو عشان يبقى السمك مفروض كده قدامكم. مدام ناديه صباح الفل، ازيك يا مدام ناديه؟ عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ بدور على حضرتك من ساعه ما كنت في قناتي الحياه، يعني بقالي 5 سنين مفتقداكي كده واتفاجئتي بيكي كده. لا احنا بقالنا سنتين هنا، ده انت متاخره قوي علينا. من حوالي اسبوعين كده ان شفتك بالصدفه، فرحت قوي والله. انا بحبك جدا من ساعه ما كنت تيجي في برنامج الست ستات ده. الله يخليكي. يا سلام، ده قديم قوي ست ستات ده اول برنامج خالص. انا بحب حضرتك قوي. تسلميلي. كان بيجي يوم ثلاث. ايوه صح صح، تسلمي لي يا حبيبه قلبي والله، تسلمي لي. الله يخليكي، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا. عايزه اسال حضرتك على لو انا عايزه اعمل كفته فراخ بس ما عنديش كبه. تمام، فازاي افرمها؟ وفي اللي بيقول نعملها نحطها في الفريزر تتفرز وبعدين نبشرها تطلع مفرومه زي موضوع الكبه كده، او في اللي بيقول نعملها بالمخرطه او كده يعني. طبعا بصي المخرطه هتبقى حل ممتاز، يعني هتاخد بس وقت منك شويه بس هيبقى حل تمام. وممكن قبل ما تعمليها بالمخرطه تديها بشره كده وهي مجمده، يعني عشان تخففي على نفسك جمديها وبشريها وهي مجمده، هتنزل معاكي مش مفرومه قوي. ابداي بقى ايه كملي عليها بالمخرطه. او حل تاني، بيبقى ايه الفرق بينها ولما بنحط لها بيضه او تمام. في اوقات ما بنحطش، فايه الفرق لما بيتحط بيضه او ما بيتحطش؟ لا هي طرق عموما، ممكن مثلا الطريقه دي عايزه احط لها بيضه، طرق تاني بحط شويه بقسماط بلمها بشويه بقسماط على حسب يعني اللي انا الوصفه اللي انا بعملها. مفيش مشكله، عايز تعمليها في بيت تمام. حضرتك قبل ما يقولي عايز اسال حضرتك سؤال تاني. انا عندي كميه من شريك اللي هو الماركه كويسه، بس تمام. انا عايزه احوله وعايزه احوله البرغل، فازاي ممكن اعمله برغل عشان لو اعمل بيه كوبيبه ولا اي حاجه؟ عندي كميه عايزه يعني. تعملي يعني بالفريك كوبيبه؟ بس ايه ان انا ممكن ازاي اعمله برغل، افرمه ازاي ولا ما تعملي إزاي؟ بالفريك وصفات. طب هرد عليكي. حاضر، عندك سؤال تاني؟ شكرا. شكرا يا حبيبتي، شكرا. تسلمي يا حبيبتي. بصي في طبعا حل تاني للفراخ المفرومه، بس انا بتكلم لو الفراخ اوريدي عندك وانت عايزه تفرميها، لكن لو انت هتشتري جديد ممكن تخلي الراجل يفرمها لك، يعني ممكن تشتريها فراخ مفرومه مفيش مشكله خالص. لو انت اوريدي عندك مثلا فراخ وعايزه تفرميها ممكن تقدري ان انت تفرزيها وتقومي بشراها، هتسهل عليكي طبعا 90% من الموضوع، وتقومي مكملاها بالمخرطه، الموضوع هيبقى تمام وناعم معاكي وزي الفل. موضوع بقى البيضه او مش بالبيضه على حسب، عادي الوصفه اللي انت هتعمليها مفيش مشكله. احنا بنبهر بالبهارات اللي عندنا، احنا قلنا الفراخ بتقبل البهارات غير اللحمه، بنبهر باي بهارات احنا محتاجينها. ساعات بحط بيضه، الم بشويه بقسماط، على يعني الكلام ده كله على حسب الوصفه اللي انت هتعمليها مفيش مشكله خالص فيه. ممكن تحطي شويه خضره عليهم، الكلام ده مفيش مشكله خالص فيه. موضوع الفريك، في وصفات كتير جدا بالفريك، يعني في حاجات كتير جدا بالفريك. عشان ما اضحكش عليكي انا ما جربتش ان انا اعمل الكوبيبه بالفريك، فمش عارفه هتفك هتظبط مش هتظبط، فمش عايزه اقول لك حاجه انا ما عملتهاش قبل كده او ما جربتهاش. فيعني انا عمري ما عملت بالفريك كوبيبه، يعني دايما الكوبيبه بنعملها بالبرغل، فما جربتش الموضوع ده قبل كده بصراحه، فعشان مش عايزه اقول لك على حاجه وترجع تبوظي الكميه وتضيفي عليها لحمه والكلام ده كله ما تظبطش. فالفريك احنا عاملين وصفات كتير جدا بالفريك، وعاملين طبعا الكوبيبه بكذا طريقه وبكذا حاجه، تقدري برضو ترجعي لها على اليوتيوب لو حابه، وتابعينا بقى ان شاء الله في البرنامج هنعمل لك كل حاجه جديده.
تعالوا بقى ايه في الصينيه كده، هحط شويه ثوم مفروم، وهحط شويه كمون، وهحط شويه شطه اهو. قول لها هنبعت العيله بقى. وهنحط ملح وفلفل. صباح الفل مرامي. صباح الفل. صباح الورد. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيفا اسماء؟ الحمد لله. إيه؟ الحمد لله والله، والله كله زي الفل. انت عارفه اتواصل معاكي كل يوم، ما شاء الله حبيبك كتير. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي ويسلم ايديك على كل وصفاتك بجد. تسلمي يا حبيبه قلبي. تسلمي والله، تسلمي. الله يبارك لك ويبارك. الله يخليك يا شيفا اسماء. الله يخليك يا حبيبه قلبي. الله يخليك. طب على مدام احلام، وبقالنا كتير ما سمعناش صوتها. اه احنا كان بنصبح عليها بقالنا كام يوم ما سمعناش صوتها فعلا، وحشتنا. ايوه هنتصل، هنتصل عليها دلوقتي ونشوف. ايوه ما سمعناش صوتها. حبيبتي مدام احلام كلمينا بقى، كلنا بنسال عليك اهو. هتصل عليها دلوقتي وخلينا نتكلم حضرتك. ماشي ماشي. اه انتوا عارفين بعض بقى. تمام. ايوه دي ناس يعني عارفه، مش قادره اقول لك، حد جميل جدا قوي قوي. الله يخليك الله يخليك، هي جميله فعلا، وهي من الناس المحترمه والجميله. الله يخليك. ماشي يا حبيبتي. تسلمي حبيبتي. مع السلامه. شكرا يا حبيبتي. هعمل بس فتحات كده في السمك بالشكل ده. تسلمي، اديني السكينه الثانيه بعد اذنك. هنعمل فتحات كده بالورب كده في السمك. واحنا حطينا في التتبيله ايه؟ حطينا في التتبيله توم، وحطينا كمون وشويه شطه وملح وفلفل وخل وليمون، تمام كده، والتوم طبعا. هنعمل فتحات كده بالورب كده اهو، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، عشان التتبيله كده تدخل فيها. حطيت شويه ليمون وخل كده حلوين. انا في السمك المقلي بصراحه بحب طعم الخل جدا والليمون في السمك اهو. وعملنا تتبيله بسيطه كده، لان انا لسه هعمل فيه يعني، هدخله في صلصه وهعمل له كذا حاجه. فحطينا ثوم، وحطينا ملح وفلفل وكمون وشويه شطه، وحطينا كمان الليمون والخل والثوم طبعا. قلبنا كده كل التتبيله دي مع بعض، بقت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هتبل فيها السمك، وهتبل كده بطنه، وهخلي كله بالتتبيله اللي احنا حطيناها دي. وهبدا بقى ايه اعفره في الدقيق واقليه. هنمشي خطوه خطوه كده اهو. هتبل كده السمك كويس قوي، وملحوه حلو، يعني السمك المقلي بيبقى عايز يتملح تمليحه حلوه كده اهو بالشكل ده. هجيب كده التتبيله واقوم مقلبه السمك فيها اهو، واخد شويه كده ايه جوه في البطن. بصوا البطن متنضفه وزي الفل ازاي. وعند الفتحات اتبل كده كويس جدا اهي، بصوا البطن متنضفه وزي الفل. تعالوا بقى في المرحله دي هبدا ان انا اعفر بالدقيق، وانزل على طول في الزيت كده. ابدا كده ايه احط السمك من الناحيتين في السوائل دول اهو، وهبدا ان انا اعفر بالدقيق. ينفع اقلي السمك من غير تعفير الدقيق؟ لا خلي بالكم، عشان الموضوع ده كذا حد من الناس اللي متجوزه جديد وكده، فقالت لي السمك لما جيت قليته اتهرى مني. طب حطيتيه في الدقيق؟ لا خلي بالكم الموضوع ده مش اختياري، مفيش يعني، ما ينفعش سمك تقلوه من غير ما يتعفر في الدقيق. خدوا بالكم الموضوع ده هيتهري معاكم طبعا. هبدا انزل بالزيت في الزيت السخن اهو، تمام كده. نحط سمكيه تانية، هنحط سمكتين سمكتين عشان يستووا حلو. بعد ما تبلت ابدا كده ايه احط في الدقيق واحط في الزيت. بعد كده ما اعفر انفض الدقيق الزياده وانزل في الزيت اهو، تمام كده. تعالوا بقى ايه نحط الرز يتفلفل برضو واحدة واحدة كده، عشان نبقى شغالين كله في نفس التوقيت. يبقى أنا عندي السمك تبلته، عفرته بالدقيق، وبقليه في الزيت سمكتين سمكتين، تمام كده. وعندي البتنجان عندي مقلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندك فلفل أحمر؟
والرز هفلفله عادي خالص، هفلفله رز ابيض يعني ما فيهوش اي حاجه. هحط شويه زيت، مش هعمله يعني ولا بصلايه ولا اي حاجه.